السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. الكتاكيت بتاعتنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده كبرت وبقى حاجة زي العسل، من غير علف خالص، مش لازم يعني علف. وكمان دلوقتي بنستقبل من غير أدوية خالص، من غير مضادات حيوية. فإن شاء الله بإذن الله كل مادة في دايما تطور، في حاجات جديدة ممكن نستبدلها تكون رخيصة احسن من حاجات كتيرة غالية ملهاش لازمة. يعني احنا ما نربطش نفسنا ابدا بتربية الطيور، بس اهم حاجة ان تكون الحاجة معمولة بطريقة مدروسة، مش اي حاجة تتعمل في اي وقت، لان الموضوع ده بيفرق قوي. كل ما بتمشي الدورة صح مع العمر بتاع الفرخ، كل ما بتاخدي نفس معدل التحويل بتاع الايه العلف. يعني ما شاء الله الفراخ ديت النهاردة عمر 24 يوم، 24 يوم بسم الله ما شاء الله، اوزان حلوة جدا. وزي ما انتم شايفين كده ديت فراخ تسمين اسمها فيومي روزي. الفراخ دي في ناس بتجيبها تربيها للبيض وهي ما تنفعش ابدا للبيض. قلت كتير قوي الكلام دوت، بس انا بضطر اقوله عشان الناس اللي بتشوفنا لاول مرة. ليه ما تنفعش للبيض؟ لان هي مناعتها ضعيفة، وبعد ما بتبيض شهر كده او شهرين بتلاقي جالها مشكلة او اي مرض وعيت وتعبت منك، وما بينفعش فيها علاج. مهما عالجتي فيها برضو بتبقى مفرفرة وتعبانه، اي بيجي لها اي حاجه، يا اما لو ما جاش لها فيروس من الجو بيجي لها ضرب الدم في ضرب. بص كده لما تذبحي الفرخه تلاقي الكيس بتاع البيض احمر من جوه ضارب كله. اي حاجه جت تحصل لها، هي عمرها الافتراضي 5 6 شهور 7 شهور اقصى حاجه. عشان كده بتبشر بالبيض ما شاء الله، بتبشر بالبيض بدري، يعني من عمر 4 شهور بتبيض، شهرين ثلاثة وبعدين خلاص. العيب التاني فيها كمان لما تربيها للبيض انها بتاكل كتير جدا بسم الله ما شاء الله، يعني تاكل بلد بحالها. تقدري كده كل يوم تحط لهم شوال علف مش هيكفيهم، ومهما عملتي اكل برضو بياكلوا ما شاء الله. فلما يكونوا بيبيضوا بقى بياكلوا اضعاف، بياكلوا اكتر. فلما تيجي تحسبيها هتلاقي ان انت خسرانه، وتمن البيضه كده واقف عليكي باضعاف تمنها. امال يبقى احنا استفدنا ايه من تربيه الفراخ للبيض؟ لكن لو عايزه ان انت تجيبي فراخ للبيض يبقى تجيبي الفراخ البلدي. في بلدي اللي هي البلد الحر، بلدي صافي ما فيهوش اي اضافات، يعني مش متهجن باي حاجه، ده رائع جدا جدا. تلاقي الفرخ كده صغير وناشف ما بيكبرش، ما تخافيش ولا تتضايقيش، ده هو ده فرخ البيض، وده الفرخ اللي هو بيعيش معاكي واللي بيبيض بسم الله ما شاء الله زي المكنه كل يوم. بس عيبهم الوحيد الفراخ البلدي انه البيضه حجمها بيبقى صغير، وده له حلول برضو. يعني لو عايزه احلل البيضه الصغيره في ليها حلول ان شاء الله. برضو النوع الحلو التاني الفيومي الحر، بيبقى زي حكايه البلد الحر، برضو جسمها صغير بس البيضه كبيره شويه، وبرضو انتاجه للبيض رهيب، عامل زي القطري كده بيبيض كل يوم. النوع التالت ادي كده اتنين، بلدي حر وفيومي حر. البلدي الهجين بقى ده بيبقى ايه مخلط، فيه منها تلاقي فرخه سمينه وفرخه رفيعه. لما يبيضوا وبعدين تلاقي عدد البيض بدأ يقل، يذبحي الفرخه السمينه لان هي اللي بتكون قطعت بيض، ومش يعني بتبيض، ولما بتبيض بتبيض كل يومين بيضه وبتكلفك كتير، وبتاكل اكل الفرخه الرفيعه. ده الفراخ الايه اللي هي البلد المشعر او البلد الهجين. اروع نوع بقى الجميزه الاصلي. الجميزه الاصلي دي لما هتجيبيها للبيض، اولا لو كلتي منها طعمها زي العسل، ثانيا بسم الله ما شاء الله مناعتها عالية جدا، ثالثا الانتاج البيض بتاعها عالي جدا، البيضة كبيرة، اكلها قليل، فيها بصي جميع مميزات اللي انا قلتها في كل الانواع موجودة في الجميزة الاصلي. ومع الاسف النوع دوت مش متوفر، لو عندك متوفر في المحافظة بتاعتك يبقى من حسن حظك، بس تكون جميزة اصلي للبيض، لان في جميزة تاني هجين زي دي بالظبط للايه للتسمين، وطعمها زي العسل احلى من الفراخ دي كمان. الفراخ الرز دي عمرها يعني ممكن تقدري تذبحي منها على عمر شهر ونص بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين اهو 24 يوم، وما شاء الله الديك عرفه عامل ازاي، ولو حطيته على الميزان هيعدي الكيلو او هيقرب من الكيلو. انا مستنيه ان شاء الله هوزن، بس الوقت يعني رمضان ضيق واليوم قصير، ما بلحقش اعمل فيه اي حاجه، فما عنديش وقت ان انا احط على الميزان واقعد اصور، فمعلش اعذروني. لكن ان شاء الله اول ما الموضوع يعني بعد العيد كده باذن الله هوزنهم لكم. ده فايد عندي. قولي معايا وصفه التسمين اللي احنا بنعملها للفراخ ماشي، فايده منك عندك منها كميه صغيره،
عايزة تكتريها، يعني انت عندك اكل دلوقتي وعايزة تزوديه، هتعملي ايه؟ انا كده عندي شوية عيش مبلول، وقلت لكم قبل كده ان الطريقة الصح ان احنا نعمل العيش المبلول للفراخ البلدي ازاي. اهم حاجة ان احنا نعصره جدا من المية، وبعد كده نحط عليه حاجة تنشفه، يعني مثلا نحط عليه ردة مثلا، بس الردة ممنوع نحطها قبل عمر شهر. ليه؟ لان لو حطيتيها قبل عمر شهر الفراخ هتكبرت وهتكعبر وتبقى صغننه كده اهوت، ومش هتكبر معاكي خالص. هتبص تلاقي الفرخ حجمه قل ومتكوك وتقيل وكل حاجه، بس مكعبر صغير. فبلاش الردة. يبقى فاضل ايه؟ دي شيشه ناعمه ماشي، ممكن نلف بيها العيش تنشفه. ممكن بقى اللي هي الصويا، قشور الصويا اللي انا وريتها لكم قبل كده، وهي اللي انا هنشف بيها النهارده العيش ده. كمان انا عايزه ازود الاكل برضو، مخزنه انا شويه بطاطس، واي حد لسه مخزنش بطاطس للفراخ غلطان. الفراخ البطاطس اليومين دول رخيصه قوي، لو جبت كميه حلوه كده كبيره ممكن يقف عليك الكيلو ب2 جنيه. عارفه يعني ايه كيلو ب2 جنيه؟ يعني تاكلي فراخك ببلاش طول السنه. عايزه تخزنيها بقى، احسن طريقه ان زي ما قلت لك قبل كده كرتونه، وتحطي فيها تراب وتروس، وتحطي البطاطس وتحطي تراب وهكذا لحد الاخر. ما شاء الله ما بيحصلش ليها اي حاجه، تحسي انها مليانه حيويه كده وهي في التراب. ما اعرفش البطاطس عشان بترجع لاصلها تاني، هي البطاطس اصلا بتبقى جذور تحت الارض. برضو انا عايزه ازود بحاجات قليله عندي، يعني انا اليومين دول بقى مش عايزه اشتري علف غالي، مش عايزه اشتري تشيشه حتى رقرة بقت ب22 جنيه. عايزه اقولك ان كل حاجه بقت غاليه، فاحنا نقدر نجيب الحاجات الرخيصه. عندك شويه جزر هيبوظوا في درج التلاجة، او تشتري جزر من اللي هو الكسر البايظ اللي بيبقى رخيص في السوق، هيبقى حلو جدا. وبعدين ده فيتامين الف، يعني احلى حاجه ممكن تقدميها للفراخ والطيور بتاعتك، حلو جدا لانتاج، يعني بيكبر وفيه فيتامينات جميله. دي كده قشور الصويا اللي انا بكلمك عنها، حلوه جدا، احسن من الرده للعمر اللي هو قبل شهر. لكن لما يكملوا شهر عادي بقى احط رده واحط صويا برضو. دي قشور الصويا دي كيلو ب10 جنيه، عند ناس ب12 وعند ناس ب14 حسب المنطقه اللي انت فيها، بس تعتبر رخيصه وحلوه جدا. برضو كلمتكم عنها قبل كده، بس هي حلوه في انك ايه، بتنشف ليك العيش وبتنشف الاكل، بحيث اهم حاجه ان انا اقدم الاكل للفراخ بتاعتي ما يكونش ناشف. وهزود بقى القيمه الغذائيه بشويه برسيم، ورق خس، ورق كرنب، ورق قرنبيط، اي خضره، كرات، ان شاء الله يا رب فجل وجرجير هيبوظوا عندك في التلاجة، شبت وبقدونس، الحاجات دي كلها جميله جدا جدا. بنجر، ورق بنجر، اي حاجه خضره بس ما تكونش مبلوله ولا عليها بلل. كده انا عملت وجبه ببلاش كده اللي هو من الهوا، تقدري تعملي اكل للطيور بتاعتك، حاجه من هنا على حاجه من هناك، ما تشيليش هم وتقعدي تقولي لا ده انا عايزه اشتري ومش عارف ايه. انت تقدري تتصرفي كده من كل اللي موجود عندك في البيت وتعملي منه اكل للطيور. البرسيم مش وحش ابدا للفراخ اللي بتتسمن، بالعكس ده جميل جدا ومفيد. هو خطر امتى؟ لو انت هتاكليهم برسيم فقط لا غير، ليل ونهار. في الحاله ديت الفراخ مش هتزيد وزنها، يعني هتبقى جميله وصحيه وحلوه جدا، بس مش هتشيل معاكي اوزان عاليه. انما انك تحطيه على اكل زي كده مفيش منه اي مشكله خالص، بالعكس كده بتزودي القيمه الغذائيه للوجبه كلها. طبعا البرسيم يعتبر من ارخص الحاجات، بس مع الاسف خلاص قرب يمشي، فممكن تجيبي بقى حاجات تانية منهم ببلاش خالص، زي ورق الكرنب والقرنبيط والحاجات ديت، بتبقى يعني ببلاش اصلا. اتمنى ان يكون الفيديو مفيد ومهم بالنسبه لكم النهارده، ما تنسوش تعملوا اللايك عشان اللايك مهم جدا جدا، وتشتركوا في القناه لو انتم ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديده. ولو عندكم اي مشكله في الطيور ما تترددوش ابدا تكتبوا لي في التعليقات، وانا على قد ما اقدر ان شاء الله اجاوب عليها. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.